So guys, احنا هلا في اول يوم جينا على المستشفى. ماما بلشت بالفحوصات وانا حامل فحوصات, سو حنعمل فول تشيك ابس اليوم. هذا الاشي اللي طول عمري بدي اسويه. Anyway, I'm so excited to do this. I'm in the perfect place. ماما بدك بنانا؟ الحمام صح؟ اه اوكي بلد تستن. وزني الكوريين هذا سر أمانة, ما تحكوا له أي حدا. أسرار الدولة حطوها بنفس الصندوق تبع أسرار الدولة.